الأمير هاري في أقوى هجوم على زوجة والده كاميلا، كشف مؤامرتها وما فعلته بوالدته الأميرة دايانا. وجه الأمير هاري عدد كبير من الاتهامات لزوجة والده كاميلا، مشيراً إلى أنها تآمرت للزواج من والده الملك تشارلز الثالث والوصول إلى التاج، كما اتهمها بأنها كانت تداوم لفترة من الوقت على تسريب الأخبار للصحافة. Invitation to lunch with people of a similar age is one of them. The Duchess of Cornwall reaches 75. وقال هاري في كتاب سيرته الذاتية الجديد سبير إن كاميلا كانت تبدأ في التخطيط لاستراتيجيتها على المدى البعيد بعد فترة قصيرة من اجتماعاتنا الخاصة بها، إذ كانت تسعى للزواج من والدي ومع الوقت الوصول إلى التاج، وهو ما كنا نظن أنه يتم بدعم ومباركة والدنا. وواصل هاري بقوله وكذلك بدأت تظهر بعض الأخبار في جميع الصحف عن محادثاتها مع ويليام، وهي الأخبار التي كانت تسرد الكثير من التفاصيل الصغيرة التي لم يسربها أخي بالطبع. وكشف هاري أنه وشقيقه توسلا لوالديهما تشارلز وقت أن كان لا يزال أمير ويلز ألا يتزوج مرة أخرى بعد والدتهما الأميرة الراحلة ديانا، لتخوفهما من سوء المعاملة من المرأة التي سيتزوجها. ميغان. وتطرق الكاتب لتلك الجزئية بالقول إن تشارلز حاول كسب ود أبنائه قبل أن يطلب من الناس قبول كاميلا، ثم كشف هاري في الكتاب أن مقابلته الملكة القرينة كاميلا لأول مرة كان أمر أشبه بالحقنة. And the American man here was incredibly forced. وتابع هاري: أتذكر أنني كنت أفكر فيما إن كانت ستعاملني بقسوة وما إن كانت ستشبه كل زوجات الآباء الشريرات التي نسمع عنهن في الحكايات. وفي جزء آخر من الكتاب الذي صدر في إسبانيا وصف هاري شقيقه ويليام بالعدو اللدود والقطب المضاد، وتحدث أيضا عن اللحظة التي أخبره فيها والده بوفاة والدته ديانا في حادث سيارة بباريس، كما اتهم هاري شقيقه بالتعدي عليه خلال الفترة التي أعلن فيها وزوجته ميغان ماركل عن تخليهما عن مهامهما الملكية وخروجهما من العائلة والتجهيز للانتقال للعيش في الولايات المتحدة، وأن العلاقة بينهما قد توترت بشدة من وقتها، وأن ويليام لم يعد ينظر له إلا بوجه عبوس.